هذه تكمل التي اي بلازميد، عدد صورتها هاي من الفيديو السابق، الصورة اللي موجودة على اليمين بتمثل اللي حكينا عنه هذيك المرة، اللي هي منطقة التي دي ان اي اللي موجودة بتوين الليفت بوردر والرايت بوردر، واللي بتنتقل إلى النبات وبتصير part of the plant جينوم. هلأ بدنا نحكي على المنطقة اللي خارج التي دي ان اي، وهي المنطقة لا تنتقل إلى النبات، بتضلها موجودة على البلازميد، وهي this is it consists of 8 gene clusters بسموهم ver A ver B ver C ver D etc لحديت ver G، وهم total 24 جين. ايش بيعملوا هدول الجين؟ they encode proteins اللي مسؤولة على الترانسفورميشن لل TDNA، يعني هم responsible for excision يعني cutting the transfer and integration of TDNA into the plant nuclear genome، ورح نحكي شوي عن الفانكشن بصورة مبسطة جدا فيما بعد. This is a repeat slide of the TI plasmid structure. أول إشي دائما نطلع على TDNA اللي هي represented in red between two blue lines. This is the part that is transferred to plant genome. Outside the TDNA ما في إشي بنتقل إلى البلانت، منها اللي حكينا عنهم هي الفيرولنس جينز أو الفير جينز أو الفيرولنس ريجن، وهم عبارة عن 8 جين ستراكتشرز من الـ A to the F. الـ ver genes هم اللي مسؤولين على transformation of tDNA into plant genome، يعني هم اللي بيقطعوا tDNA وبعدين بيوصلوها، بيقطعوا السيل وول تبع البكتيريا، السيل وول تبع البلانت، وصلوها للبلانت جينوم. هناك هم كمان كل واحد له وظيفة معينة، بيقطعوا البلانت جينوم وبيدخلوا شقفة الدي ان اي وبيعملوها ليجيشن، بيلزقوها كمان. يعني الفيرولنت جينز هم المسؤولين على عملية الترانسفورميشن كلها، رح ناخد فكرة مبسطة عنهم فيما بعد. المنطقة الثانية هو الحمراء اللي مبينة هون، هي الأوباين كتابوليزم، ومحكي عنها في السلايد الجاي. هي اللي عملية هضم الأوباين اللي هم الانيوجوال أمينو أسيدز اللي بتستخدمهم البكتيريا as food. وفي عنا طبعا الاوريجين اوف ريبليكيشن اللي مسؤول على الريبليكيشن اوف ذا بلازميد. هدول المنطقتين اللي ذكرناهم في السلايد السابق اللي موجودين خارج التي دي ان اي، اللي هم اوباين كتابوليزم جينز اللي لهضم الاوباينز، والاوريجين اوف ريبليكيشن. هلأ بدنا نتناول ميكانيزم اوف تي دي ان اي ترانسفير فروم ذا بكتيريا تو ذا بلانت جينوم. ات از هايلي كومبلكس بروسيس، وسنتناول الموضوع بطريقه مختصره جدا. المهم في الموضوع انه البلانت سيل وين ات از ووندد ات ريليسز فينوليك كومباوندز بسموهم الاسيتو سيرينجون. اسيتو سيرينجون هاي المادة هي اللي بتجذب البكتيريا إلى البلانت سيل، إلى الووندد بلانت سيل، زي ما أنتوا شايفين في هاي الصورة. الأسيتو سيرينجون عنده another function، إنه كمان بيعمل activation stimulates expression of the ver genes اللي هم مسؤولين على TDNA الترانسفورميشن تو ذا بلانت جينوم. بليز اطلع على الصورة، شوف كيف البلانت سيل بتعمل ريليس للأسيتو سيرينجون، وبتروح بتعمل اكتيفيشن للفيرجين، وبالتالي بتنقطع
تي دي ان اي وبصير لها انتجريشن في البلان جينوم، والبلان جينوم بصير عاملها كجين لها، وبعمل اكسبريشن للاوكسين والسيتوكاينين والاوباينز. هاي تأكيدا على ما حكينا في السلايد السابقة انه الاسيتوسيرينجون بيعمل اكتيفيشن للفيرجينز. الفيرجينز are responsible for transformation of tDNA strand into plant genome. معناته هي كل شيء اللي بتعمله، انه كل شيء بتعمل هاي الوظائف، بتعمل cutting of one strand to DNA, sends it through bacterial cell wall into the plant cell, then into nucleus and integrated into plant genome. Once integrated, the plant transcribes this segment as its own gene, producing phytohormones and opines. هون بدي أعطيك فكرة مثلاً example على function of some of the ver genes. احنا قلنا انهم الفير جينز هم عبارة عن 8 clusters of genes، ومن الـ A للـ H ولا الـ G I don't remember. مثلا الفير دي هو endonuclease. هاي النقطة مهمة شوي، لانه الendonuclease هذا it recognizes left border والright border، وهو اللي بيقطع التي دي ان اي ستراند. يعني without left border والright border الفيردي ما بيقدر يقطع التي دي ان اي ستراند. الفير اي مثلا هو بيعمل بروتين بلف على التي دي ان اي مشان يحميها خلال رحلتها من البكتيريا الى البلان. الفير بي هو بيعمل channels بالسيل وول والسيل ممبرين of both البكتيريا والبلانت مشان تمر فيها هاي الشقفة اللي محاطة بالفير اي. والواقع حتى يدخل الى النيوكليوس ويصير له integration في بلانت جينوم، هاي العملية شوية لا تزال غير مفهومة. Please just have an idea. النقطة هنا المهمة انه أهم شيء في نقل الـ tDNA هو وجود الـ left border والـ R border. Without الـ left border والـ right border الـ verdi ما بيستطيع إنه يقص شقفة الـ tDNA. Please, this is مش داخلة معكم، مش رح أسألكم عنها، ولكن بس اطلعوا عليها هيك شو having an idea. هي عملية كتير معقدة. مثلا بس تشوف مثلا وين الفيربي مثلا اللي حتى انا عليه دويره، كيف عامل channels across السيل ممبرين والسيل ممبرين اوف بكتيريا والبلانت. شوف الفير اي كيف مغلف التي دي ان اي، والتي دي ان اي هي الشقفه الحمراء اللي هذا. بس just have an idea.